مستشفى الفروانية مع حسين زميل حسين العميري. طيب خلونا نروح مستشفى الفروانية ناخذ العلوم والأخبار ونطمن احنا ونطمن المشاهدين وأهالي المصابين عن حالة جمهورنا الغالي مع الزميل حسين العميري. مرحبا يا حسين. مساء النور ابو تركي ومساء النور لجميع الزملاء معك والمشاهدين الكرام. نعم. هل تسمعني ابو تركي؟ سمعك. نعم سمعك حسين. طيب عموما نحن الان في مستشفى الفروانية بالفعل كما ذكرت وهناك نعم عدد من المصابين موجودين حوالي في هذا المستشفى ما يقارب 25 إصابة معظمها فيها بعضها يعني فيها بعض الكسور طبعا في سواء في اليدين أو الرجلين بس الحمد لله بشكل عام الإصابات يعني لا تتعدى الطفيفة. 25 مصاب تم نقلهم إلى هذا المستشفى وكذلك هناك حوالي 9 إلى 10 أشخاص تقريبا في مستشفى الصباح والحمد لله معظم كل الإصابات تقريبا خفيفة والحمد لله ما في شيء ما يدعو ليس هناك ما يدعو للقلق يعني. فعموما طبعا نحن متواجدين في المستشفى أيضا للتواصل مع بعض الأخوان المصابين وأيضا طمأنت أهاليهم عليهم والحمد لله الإصابات معظمها بسيطة كما ذكرت. أيضا تواجد سعادة الدكتور عدنان الأنصاري قبل شوي مع المصابين سفير السلطنة هنا في الكويت معي أحد المصابين. السلام عليكم. طمن عليك. الحمد لله على السلامة. السلام ورحمة الله. الله يسلمك حبيبي. شو نوع الإصابة اللي عندك؟ والله نوع الإصابة كسرين، واحد في الرجل واحد في اليد. الحمد لله رب العالمين الإصابات بسيطة. في عندك بعض الجروح يمكن من أثر الزجاج أو شيء؟ جروح عندي جرحين في الأصبع وفي اليد هني شرخين مال الزجاج وتم خياطة غرزتين تقريبا هني والحمد لله رب العالمين. الحين الحالة مستقرة يعني؟ لا الحمد لله الحالة مستقرة. عندك كسر في الرجل ذكرت؟ في الرجل في الأنكل تحت اللي هي وفي اليد هني نفس الشيء. والحمد لله بعد الاشعاعات والتحاليل طلع الحمد لله كل شيء بسيط الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله ما تشوف شر ان شاء الله وباذن الله يعني نشوفك ان شاء الله راجع لارض السلطنه قريبا ان شاء الله. امين ان شاء الله وفدا للوطن. الله يخليكم. اهم شيء انه فزنا بالكاس وانتم يعني ان شاء الله ما تشوفوا شر باذن الله. احسنت. شر مايك حبيبي. حياك. نحن مواصلين معكم طبعا مشاهدينا الكرام ايضا مع الواحد احد الاخوان المصابين ايضا هني الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك. ايش صار سقطت من فوق انت مع الجماعه ذيلا؟ هي نعم الحمد لله على كل حال مقدر ومكتوب وكنا واقفين والحمد لله اللي صار الحمد لله الواحد يقول يعني اللي صار انكسر الحاجز فجاه اللي هي نعم انكسر الحاجز فجاه وسقطنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اصابات خفيفه والحمد لله كلهم بخير وصحه وعافيه الحمد لله. شنو اصابتك؟ والله عندي اصابه في الركبه كنت مسوي عمليه والحمد لله يعني جات ضربه شوي والحمد لله الامور طيبه بعد الفحوصات والتحاليل مع مستشفى الفروانيه ما قصروا عليهم زود ما شاء الله عليهم. لقينا يعني حسينا عمرنا في عمان يعني ما في الكويت ابدا ما قصروا والحمد لله رب العالمين جزاهم الله الف خير الحمد لله. ان شاء الله ما تشوف شر. ما يجيك ان شاء الله الشر ما يجيك. نحن مواصلين معكم طبعا مشاهدينا الكرام مباشره من مستشفى الفروانيه الاطمئنان ايضا على حاله بعض جماهيرنا اللي اصيبوا اليوم. الحمد لله سلامه. الله يسلمك الحمد لله. شو اخبارك انت شلونك؟ الحمد لله نحن طيبين ما دام نشوفكم ان شاء الله اموركم طيبه وما عليكم شر ان شاء الله. خبرنا عن نوع الاصابه. في عندك اصابه في الرقبه؟ عندي اصابه في الرقبه وعندي الرضوض واحس باشماخ يعني يتحارب يروح بسبب الزجاج. بسبب الزجاج بس الحمد لله فدا للمنتخب للكاس بس ما اقول لك شيء غير. يعني عندك كسور ثانيه غير الحمد لله ما شاء غير الرقبه وشوي هني في الركب. الرقبه كيف عندك شيء كسر او شيء؟ لا بس ما اقدر الف اسوء.
الحمد لله سلامتك ما تشوف شر إن شاء الله. نحن مواصلين معكم إذن مشاهدينا الكرام في هذا الربط المباشر من مستشفى الفروانية بمدينة الكويت، ونذكر أيضا بأن هناك أيضا مجموعة من الأخوان المصابين يتواجدون في مستشفى الصباح، عدد حوالي 10 إلى 13 إصابة، تقريبا ما يقارب 38 إصابة الإجمالي طبعا، كلها الحمد لله يعني لا تتعدى الإصابة الطفيفة ولله الحمد بعد هذا السقوط المفاجئ لأحد حواجز ملعب أستاذ جابر. عموما نأخذ أيضا واحد المصابين. سلامتك ما تشوف شر. الله يسلمك الحمد لله على كل حال. إيش نوع إصابتك؟ والله عندي يمكن كسر الرجل. كسر في الرجل؟ في الرجل القلوية الحمد لله على كل حال. وأشكر أخوان الكويتيين وأشكر وزير الرياضة وزير الصحة وبدر بن علي الرواز، هذول اللي يقولنا هنا زارونا الحمد لله. طمنوك الاخوان على الاصابه يعني؟ الاخوان طمنونا وما قصروا، اخواننا الكويتيين ما قصروا والله العظيم، وكلهم على راسنا هذونا. يعني كسر في الرجل بس؟ والله الحين قالوا لي كسر، وعاد بيسوي لي اشعه مقطعيه اشعه ثانيه بنشوفهم كيف الحين. انا اشوفك ما تتحرك يعني عندك شيء؟ قالوا لا تحرك وانا جالس حاق لهم. الحمد لله الاصابه خفيفه. بس طمنوك انها تكون بسيطه يعني؟ بسيطه الحمد لله على كل حال. ما تشوف شر ان شاء الله، ما تشوف شر احسن. مواصلين معكم اذا المشاهدين الكرام، كما ذكرت كما ذكر الاخوان ايضا هناك مجموعه من الاخوان. طيب انا بدخل من هذا المكان لاطمانة على واحد. سلامات. الله يسلمك كيف الحال؟ اهلا وسهلا فيك. ما تشوف شر وان شاء الله يعني اصابه بسيطه. الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. منو اصابتك؟ والله انا عندي في الانف نزيف وعندي في العين شوي. شيء زجاج او شيء يعني مثلا؟ ما اعرف، سووا لهم اشعه وقالوا يشوفوا الحين بعد بيسوي اشعه مقطعيه ان شاء الله تكون الامور طيبه ان شاء الله. ما عندك كسور وما عندك؟ لا كسور لا الحمد لله، بس نزيف وهذا الحمد لله رب العالمين. ما تشوف شر ان شاء الله، الله يخليك. اذا نحن كما تابعت زميل خالد شكيري والمشاهدين الكرام طبعا حاولنا ان نتواجد في مستشفى الفروانيه حيث يتواجد حوالي 25 من المصابين هنا في هذا المستشفى طبعا الاطمئنان على صحتهم. اهلا وسهلا فيك. الله يحييك. السلام عليكم. كنت مع المصابين؟ أختي كانت مع المصابين وعندها كسر الحمد لله كسر خفيف. أشكر نجل المنظمة، أشكر وزارة الداخلية، أشكر دولة الكويت بكبرها على هالنظام وعلى هالمساعدات. الله يجزيهم ألف خير، بارك الله فيهم وجزاهم الله ألف خير. نشكرك يا سمو الأمير، نشكرك يا سمو الوالد، نشكرك يا سمو الإنسانية، يا أمير الإنسانية، يا أمير السلام، نشكرك نشكرك شكرا جزيلا يا دولة الكويت، يا دولة الكويت نشكركم والله حيل، والله ما قصروا ويانا. وبعد وحدة كويتية كانت ويانا في المدرجات طاحت تقول خلوني طايحة بشوفكم بشوفكم، هي ويانا معانا صرنا 4 ساعات ويانا. الله يقويها، الله يقوي الجميع، سلامتها ان شاء الله ما تشوف شر. نحن مواصلين معكم مشاهدينا الكرام، وطبعا نحاول نشوف ايضا اكبر قدر ممكن من الاخوان للاطمئنان عليهم في مستشفى الفروانية. ويمكن بعض الاصابات ايضا من الاخوان الاماراتيين العمانيين، جماهير العمانية يتكلم. سلامتك ما تشوف شر. الله يسلمك. ايش نوع الاصابه اللي عندك؟ كدمات بسيطه الحمد لله. يعني ما في شيء عندك يدعو للقلق؟ الامور طيبه؟ لا الامور طيبه ان شاء الله. والله في عندك اصابه في الرقبه يعني؟ خفيفه. احنا انا اشوف يعني انه هو شويه صعب عليه الكلام. ضربه حاره الحمد لله كله طيب ان شاء الله، ونتريون الاشعه وكله خير يا رب. الحمد لله رب العالمين. يلا ما يشوف شر. شكرا شكرا لكم. مواصل معكم مشاهدينا الكرام، نشوف حد من الاخوان ايضا الموجودين في مستشفى الفروانيه. حياك ابو لبي. مرحبا. الحمد لله كيف الحال؟ طيبين الله يعطيكم العافيه. الحمد لله. نطمن عليه عشان احنا خير الحمد لله. هون الحين عندك اصابه يعني في الرقبه او شيء؟ الم خفيف بس في الكتف، الرقبه بس عشان يثبتوها. ما في كسور؟ لا لا الحمد لله، بس كان خلع حاله خفيف ورجعوا. يعني امورك مستقره؟ اي الحمد لله. الرقبه في عندك شيء في الرقبه؟
ألم خفيف بس بس الحين ثبتوها ألا يعني نتحرك ولا شيء كذا. عملت أشعة يعني؟ إيوه خلاص دخلونا أشعة. يعني الأمور طيبة الحمد لله. الحمد لله بس حبيت أطمن الوالد بالوالدة يعني. طمنوا. الأمور طيبة وكل شيء الحمد لله. الحمد لله. وكل شيء عشان خاطر القاسي هون. إن شاء الله. أهم شيء طمن الوالد والوالدة إن شاء الله اللي طول عمرهم إن شاء الله والله يشفيك إن شاء الله وما تشوف شر. مشكورين. حياكم الله. اذا خالد طبعا مثل ما شفت كما ذكرت ان حاولنا ان نطمن على اكبر عدد ممكن من الجماهير اللي اصيبوا في هذه المباراه اليوم ونحن متواصلين ايضا لحين الاطمئنان ايضا على جميع المصابين من جماهيرنا العمانيه في مباراه اليوم بنتواصل معكم ان شاء الله. نعم طيب ناخذ ايضا عدد من المصابين او نشوف فيما بعد شوية إن شاء الله بنرجع لكم أيضا عشان نعم. نشوف أيضا مسألة دخول لبعض المصابين إن شاء الله وبنتحول إلى مكان آخر إن شاء الله. عودة إليك زميلي خالد. شكرا لك حسين وكل الشكر للزملاء والحمد لله طمنتونا يعني الإصابات والرضوض والجروح والكسور طبعا هذه أشياء لها فترة إن شاء الله وتزول لكن سلامتهم إن شاء الله تعالى هم يرجعوا بإذن الله تعالى بالسلامة ومثل ما ذكروا طبعا يعني قالوا كل شيء يهون لجل الكاس وفرحة الكاس إن شاء الله راح تنسيهم كل الآلام وكل الأوجاع والفرحة الكبيرة اللي عاشها طبعا الوطن عاشها الجمهور الرائع اليوم يعني